هسه ناخذ الهيومن هربس فيروس 6 وهيومن هربس فيروس 7. طبعا ما بيهن شيء ذني، مجرد انهم يقول لك ال 6 شو يسوي، يكون اسيمتوماتيك هو، بس اذا يعني سوى انفكشن يعني صار سيمتوماتيك فيسوي شيء اسمه روزيلا انفانتا، اللي هي هاي انه روز هو لون ما تلورد هذا البينك الفاتح، شلون هسه هاي جلدها طالع هيجي. وهذا يقول الشيء المميز بيه انه تكون حجم الطفح بقد حجم القطعة النقدية، هاي الكوين سايز انا موضحها. يقول هذه الشلدرن دروسيلا تبيكال بريزنت وذ هاي فيفر، ترتفع درجة حرارتهم، ذا اونس اوف ذا راش كلاسيكال ابيرز on the third day of fever often coin هذا من resolution of the fever، وهذا الشكل طلعناه والسايز مالته يقول كون سايزد، وطبعا بدأ يكون فقط مجرد طفح، مجرد انه لون يصير وردي مات الجلد. بس ممكن في بعض الحالات ومو كلهم يسوون ماكيولز اريثوميتس ماكيولز وبعدين تصير بابيول من ترتفع. بالنسبة لل HHV7 هذا هم يكون اسيمتوماتيك، يقول هو هذا يعني مدرسة، يقول الموجود أكثر شيء موجود بالسلايفة مات ال healthy human أصلا، يعني اللي أنا كشمي بيه موجود بالسلايفة ماتي، فيقول يعني بس ممكن إنه يسوي infection، فإذا سوى infection يسوي شيء مشابه لل HHV6 was a late like illness in patients، يعني هم fever. Reaction of HHV6 or 7 has been reported in immunocompromised individuals and can lead to widespread multi-organ infection in these patients. طبعا من يخوفني، طبعا انا ما يخوفني اي واحد، لان دول الانفكشن مالتهم مايلد، حال السيتوميغالا فيروس قبل شوي اخذنا. اللي مخوفني هو هذا الاميونوكومبرومايزد بيشنتس بالسيتوميغالا فيروس، خفت من هاي البريجننت لانه يروح للفيتس ويسوي ميكروسيفالي، وخفت من الشخص اللي يسوي له اورجان ترانسبلانتيشن لانه حيسوي له انسيفالايتس ومنجات وهذه الامور كلها. اما ذول الشلدرن خفت منهم، مو شلدرن يعني اللي انصاب، خفت من الاميونوكومبرومايز بيشنتس لانهم ممكن يسوي له انسيفالايتس نيومونايتس هيباتايتس موسكولومبويتد. بس ال HHV8 اللي هو ايضا يسميه الكابوسي ساركوما فيروس، هذا الفيروس يسوي من اسمه ساركوما يعني دا يسوي كانسر، فيكون عبارة عن شكل شون هسه هاي تشوفوني دا هيجي، يعني شون عبارة لك شامة كبيرة، فهذا الشكل الطفح مالته هذا يكون عبارة عن كانسر. طبعا هذا يعني دائما ما يسوي العفو نادرا ما يسوي ميتاستاسيس، فما يخوفني هواي، فمجرد يسوي إراديكيشن لهذا أشيل ريسكشن لهذا الجلد اللي صار بي واخلص منه. بس شنو وات شيء يخوفني انه هو مو دائما يصير على الجلد، يعني نوبات يصير جي اي تي او ريسبيراتوري تراكت، زين هو غالبا يكون لوكالايز، بس هم اكو كيسات سجلوها انه ميتاستاسيس، فمن سوء حظ بعض البيشنت انه ممكن يصير هذا النوع مثلا جي اي تي هيدن ما اشوفه اني وهو اسيمتوماتيك، وبعدين صار له ميتاستاسيس وراح انتشر بالجسم كله، يلا بلشت تطلع الاعراض. فهاي بعض الحالات، بس هي الغالبيه تكون على الجلد والغالبيه ما يصير لها ميتاستاسيس. فهنا ماخذ هاي هيستوري عنه ما نحتاجه، يقول this has been found in ايدز، هاي اول ما اكتشفوه كان بالأشخاص اللي عندهم ايدز، بس بعدين اكتشفوا انه مو بس اللي عندهم ايدز صار يعني سجلوا انه عندهم اصابة بهذا الفيروس، لا يقول انه عادي حتى لو ما بي ايدز. فين يقولوا لنفوسات and multi-centric Catamans disease giant lymph node hyperplasia. زين اللي جاي شلون صاير، هذا وضحنا انه يكون عبارة عن نوديول او بلاتس، تكون لونها ريد بيربل براون بلاك، فيقول they are typically found on the skin، فيقولوا انه دائما القاهم على السكين، بس السبريد مالتن
is common, especially in the mouth, gastrointestinal tract, or respiratory tract. السبريد ما جاي أقول الميتاستاسيس، السبريد طلاب، السبريد يعني كسكن، يعني مو الأذر إيري. الكابوزيساكوم is usually localized tumor. هذا دي يقول localized يعني ما عنده ميتاستاسيس، بس هم أوكي ساعات يقول لك سجلت الميتاستاسيس. A blush red or purple sores on the skin. يعني هاي شوف هسه ناطع جوزية برا مكان، هاي ناصر بالقام مالته. Transmission مالته يقول sexually, mother to child contact, organ transplantation. يقول not evenly distributed globally. هم يعني مو بالدنيا كلها، بس المناطق اللي بسجلوا بها المديتيريان كونتريز، ومعدد لك كم كونتري هذا اللي تفيدنا. بالنسبة للتريتمنت يقول is not curable but it can often be treatable for many years. Antiviral drug or beta interferon may be tried. يعني هو مو دائما نلقى تريتمنت بس ذني effective، يعني بس مو دائما همين، يعني اكو نسبة احتمالية تيجي. بالنسبة للوكالايزد اذا سوى ساركوما فشي يسوي له radiation، واضحة هاي. Chemotherapy antiviral drug that are used against the development of the tumors. Patients اللي عندهم AIDS who receive highly active antiviral therapy may have up to 90 less occurrence in Kaposi sarcoma. هسه واضحة لأنها خلصت هذه الملزمة. صراحة هي الملزمة ما بيها شيء، واضحة جدا، والملاحظات اللي عندي دزيتها، وإن شاء الله نشرح الأمور البقية باقي الملازم في الأيام القادمة إن شاء الله. موفقين يا رب.